موضوع دمج المقترحات في اقتراح واحد اللي حصل بأن اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الحالي ضمت الثلاث مقترحات في تقرير واحد، ويوم الخميس الفائت ضمت التقرير الرابع الاقتراح الرابع إلى أيضا التقرير. هذه ليست بدعة، هذا الموضوع شرحته في مؤتمر آخر بأن تطبيقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أمامنا مسؤوليات واستحقاقات أخرى. أتمنى بأن نضع أيدينا بأيدي البعض وأن يخرج قانون التأمينات الاجتماعية التعديلات عليه لإنصاف شريحة كبيرة. هناك اقتراح بقانون تقدمت فيه ونال على موافقة اللجنة التشريعية وأيضا مدرج على جدول الأعمال الجلسة القادمة، وهو قانون التماس إعادة النظر بالأحكام الصادرة النهائية والباتة بأن يتم التماس إعادة النظر فيها. هذا القانون يحقق نقلة نوعية في الكويت لمرفق القضاء.